دودو دودو يافي بوعوده وبنحبك يا بجد يا كرد اليافي اللي يشوط يشوط ومعانا الاخطبوط يا طيار يا طيار حبك قدر مش اختيار شرفتونا طبعا في كاس العالم وخروج مشرف يعني ما بحبش الكلمه دي قوي بس هو خروج مشرف ما ينفعش تقال عليه غير كده امام بطل العالم اللي خد البطوله في الاخر فيعني بجد شرفتونا ومنورينا بصوا هنتكلم بقى في حاجات لايت كده مش هنتكلم في البطوله قوي يعني عايزين نخرج بقى من مود الحزن اللي الشعب عايشه يعني الايام اللي فاتت فعايز اسالكم اول حاجه عملتوها اول ما خرجتوا من البابل 21 يوم او بقى لكم يمكن اكتر كمان اتفضل انت اتفضل يا شباب انا بقالي شهرين ونص ما شفتش عيلتي عشان اول ما رجعنا على الفندق محبوسين وبتاع كورنتين وكده فاول ما خلصت رجعت بقى كانوا مجهزين لي اكله حلوه الصراحه في البيت و دخلنا بقى اكلت بقى حمام ومحشي وكل حاجه كانت نفسي فيها اكلتها الصراحه اول ما رجعت كان نفسك انت في الحمام قوي في البطوله يعني طبعا لا لا ده كان حاجه حرمان يعني عملت ايه عيلتي على طول رحت قعدت على السرير رحت نمت في السرير يعني ده اول حاجه يعني الصراحه ما الاكله دي كانت تاني يوم يعني لا بس هو يعني اول ما طلعنا احنا بجد الناس يعني تحس انها هربت من الاوتيل يعني والله بقينا بنجري في الشارع يعني احنا بقالنا حبه انا عن نفسي انا كنت بجري في الشارع رحنا على طول يعني قعدت كده حبه مع برضو اصحابي يعني وقمت طالع على طول البيت بقى بس شويه اكل كده خفيف و لا روحت البيت اسلم على بابايا ومامتي يعني عشان اعرف شعورهم واحساسهم من الفرجه على البطوله ودي يعني من اهم واكبر بطوله وبلعب فيها انا وسيف مع بعض ف يعني كانت حاجه عائليه كانت لازم تحصل اول حاجه اول ما نخرج منها نقعد نتكلم نطلع كل الفتره اللي فاتت احنا يعني لاخر اربع او خمس شهور ما كناش عارفين نشوف ولا اهالينا ولا اصحابنا غير مثلا مره كل فين وفين ف ان بعد الفترة دي وبعد النجاح ده اول حد طبعا لازم نحتفل بيه واول حد لازم نشاركه هو اهلنا فطبعا لازم كنا نروح البيت قلت ايه اول حاجة اول ما رحت البيت لا كان حاجات خفيفة بقى يعني انا يعني الموضوع كان راح اتجاه السكريات عكس دودو الصراحة شوكولاتات وبتاعه يعني كان حاجة اتجاه السكريات تاني يوم بقى خدت الاتجاه بتاع دودو قاعد مع مين في الأوضة انا ويحيى خالد ايه الاخبار بقى احكي لنا كده كواليس ال 21 يوم في وش بعض كده لا هي برضو كان في حاجه كويسه ان يحيى عايش بره واحنا على طول بنتكلم كل يوم يعني لو نقدر ونتابع بعض في كل حاجه وهو من اقرب الناس ليا يعني في حياتي عامه خارج عالم الهاندبول وفي الهاندبول برضو لما لعبنا مع بعض في الزمالك وكسبنا مع بعض والكيمستري اللي موجوده يعني دي بتخليكي برضو تقربي اكتر فلا يعني احنا الوقت كله قاعدين بنحاول نهون عن بعض وحتى نص البطوله لحد ما دخلنا في الجد كنا على طول بنتكلم على ايه اللي فايتنا ومين عمل ايه ومين راح فين والكلام على السفر عنده وعلى الماتشات اللي احنا بنتفرج عليها ف مفيش زهق حصل خالص يعني احنا على طول متحمسين للماتش اللي بعده طب لا بنتكلم ان احنا عايزين نكمل احنا مش هنروح النهارده احنا عايزين ونتكلم اكتر ونتفرج على الماتشات قاعد مع مين في الاوضه يا دودو قاعد مع حسن قدح طب احكي لنا بقى كواليس كده الاوضه وشك في وشه كل الايام دي كان اخر اسبوع ده كان خلاص بقى كل واحد بيشوف الاوضه ثانيه عشان ما حدش طايق الثاني خلاص ولا لا احنا قعدنا مع بعض كتير قوي الصراحه قعدنا مع بعض كتير من قبل حتى الماريوس واحنا قاعدين مع بعض في توليبو كنا فكانت لا بقى لنا شهرين ونص محترمين في وش بعض بس خلاص بقى كل شويه كده نفك على نفسنا كده نقعد نشتف في بعض نضرب في بعض كده شويه خلاص بس نفك على نفسنا عشان خلاص يعني ايه اكتر حاجه مجنونه يعني مثلا بتعملها في حياتك وكنت مفتقدها جدا لو انت جوه البابل وكنت عايز تخرج عشان تعملها لا هي القعده مع الشباب القعده مع الصحاب يجي في دماغنا يلا نسافر يلا نعمل اي حاجه عامه السهر الكلام ده كله فلا يعني كده كده اي حاجه الصحاب بيتجمعوا فيها بيبقى في حاجات مجنونه بتحصل يعني اقرب موقف بقى يعني حصل بينكم احكي لنا كده حاجه كانت غريبه او موقف غريب لا مش فاكر موقف معين الصراحه كوميدي موقف خناقه هو على فكره كل يعني احنا كل المواقف بقى يعني جينا كده في الاخر الموضوع بقى قلب خيبه بقى يعني كل المواقف كوميدي يعني مفيش يعني احنا ما بنعملش حاجه بجد خلاص بقى بقالنا بجد والله بقالنا بقى كتير قوي قاعدين وبتاع فخلاص بقى انت قاعد
اي موقف بينك وبين اللي قدامك هو موقف كوميدي. انا كنت قاعد مع وسام حبة، يعني انا قاعد مع وسام بقالي كتير قوي حبة كتير وبعد كده هو كان بيشخر وهو نايم، فانا نقلت واحد تاني والله رحت مع احمد عادل بقى عشان نومي خفيف وبتاع. نقلت من الاوضه عشان هو بيشخر وهو نايم مش قادر خلاص. كنت والله كنا هنمسك في بعض يعني في اخر والله يعني هو حتى بيقول لي ايه، انا مثلا نايم على السرير ونايم على السرير جنبي، فهو في بدايه النوم احنا مثلا بننام على الساعه 12 بيكون هو نايم بمخده واحده وانا حواليه مثلا بتاع 10 مخده، انا بحب لا يعني العزوه دي، حواليه مثلا بتاع 10 مخدات، فبنصحى بنلاقي الموضوع العكس، انا نايم على مخده واحده وهو نايم على 10 مخدات. فهو بيقول لي يا عصام هو في حاجه غريبه قوي بتحصل وبتاع، بقول له في ايه يا حبيبي؟ قال لي كل يوم بصحى الاقي 10 مخدات حوالي يعني حواليا ومش عامل ايه يعني ده من ايه يعني. اقول له انت ممكن تبقى بتخطف مخده مني او بتاع ومش عارف ايه. بعد كده بقى هو ابتدى يكتشف في الاخر ان انا كل ما هو يعني كل ما اسمع صوت شخير وانا اصحى منه اقوم جايب مخده رميها في وشه، يوم هو فايق اقوم انا عامل نفسي نايم ونكمل النوم بقى عادي يعني. فالكلام ده كان بيحصل مثلا كل يوم بجد بتاع 10 مرات، اديله مخده مثلا في دماغه 10 مرات عشان يصحى خلاص. حد ما اكتشفت ان احنا داخلين على بطوله وعايز انام بقى يعني، احنا خلاص احنا ماتشات يعني، فخلاص قمت ناقل بقى. لا ده البطوله كلها حاجات كتير تضحك، بس كان في مره اللي هو يوم مراتات الناس واللي خطيبته بتجيله وتجيب له حاجات واكل وشرب وبتاع، وفي الاخر انا وياها بصينا لبعض اللي هو طب احنا ما عندناش حد يجيب لنا حاجه ولا ايه. فدي كانت مضحكه ان احنا كان بجد في يوم واحد كل ده حصل، فدي كانت لقطه تضحك طبعا. واللي هو نيجي بعد ما نخلص اجتماعات وبعد ما اليوم يخلص، فاللي هو نحاول نفصل ولا نعمل اي حاجه، نقوم مشغلين حاجه مثلا، نصحى تاني يوم انت اتفرجت على حاجه؟ لا، اللي هو نمنع على طول اول ما بنخلص كل اللي ورانا يعني. بس لا، كواليس البطوله نفسها ما بيننا وبين بعض كانت جميله جدا الصراحه. هو اغلبيه المواقف اللي كانت بتبقى موجوده يعني كانت دايما بتبقى مثلا موقف بين كابتن احمد ووسام، ده يعني بجد ده 90% والله 90% مواقف مثلا احمد الاحمر كابتن احمد الاحمر ووسام، على طول لازم يبقى في موقف بينهم هما الاثنين. يعني مثلا احنا خلاص خلصنا تمرين مثلا، فاحنا يا جماعه 5 دقايق او 10 دقايق ونبقى في الباص يعني، فماشي ومش عارف ايه وبتاع، كلنا لابسين وسام قاعد ما بيعملش حاجه، هو بجد قاعد ما بيعملش حاجه. وكابتن احمد يا وسام يلا وسام بقى عشان يعني عايزين نمشي يعني يلا. فهو باصص له كده في ايه يا احمد واحنا قاعدين لسه شويه. فيفضلوا بقى يبدا كابتن احمد يهزر معايا وبتاع، ويبداوا الموضوع يقلب ضحك وبتاع. هو الموضوع في الاخر كده كان قلب يعني هزار يعني، كان قلب خير. والصراحه كابتن احمد كان دايما معانا يعني، هو كان على طول مش محاسس الناس بفرق السن يعني، ان احنا صغيرين. وكابتن احمد طبعا اسطوره يعني، حتى وسام حتى الناس الكبار ما كانواش محسسين الناس بفرق السن. فالموضوع كان ممتع يعني، حتى ممكن دودو يقول يعني، دودو دي تاني سنه ليه تقريبا، انا دي رابع سنه ليا، فدي تاني سنه ليه، هو ممكن يبقى يحكي في الموضوع ده اكتر يعني. اتفضل. لا هو سام اصغر مني، هو سام مش يعني صراحه، هو سام عنده 12 سنه يعني، هو سام صراحه كده يعني مش مستحيل يبقى عنده يعني 30. لا الصراحه لا، هو كله يعني كله، مفيش حد محسسنا خالص بموضوع بالسن ده خالص يعني. ما كان بقى عموما بقى في اللي هو انا قلت بقى طالع بقى الان بقى، وكل واحد اكبر مني 10 سنين واللي اكبر مني ب 15 واللي اكبر مني بكل ده، فكل ده بقى يقعد يبقى لا انت صغير اعمل كذا انت. لا الصراحه ما حسيتش خالص بكده، كله بقى بيهزر عادي، كله بقى بيلعب عادي يعني. الموضوع حتى في الملعب على فكره يعني بجد، حتى الناس دي في الملعب هم لا، هو انت مش صغير، انت كبير بتشيل مسؤوليه، انت ليك دورك ودورك مهم جدا يعني. انا مثلا واحد، انا هو بقى لي مثلا ما بقاليش كتير في المنتخب، دي مثلا رابع بطوله ليا او خامس بطوله ليا. كنت يعني انا دودو دي تاني بطوله لي معانا في المنتخب، واول بطوله ليك يبقى ليك دور اساسي يعني. اول بطوله ليك يبقى ليك دور شكل أساسي. احنا على طول من ساعه ما دودو يعني، انت مش لعيب صغير، لا انت لعيب بتشيل مسؤوليه ولعيب كبير. فاحنا مش انا بس طبعا يعني، انا صغير بالنسبه للناس اللي يعني، حتى كابتن احمد موصله الاحساس ده، حتى كريم، حتى علي، حتى الناس كلها، حتى وسام. الصراحه لا يعني انت واصل للدرجه دي يعني، واصل لدرجه اللي هو انت الناس الكبار ناقلين الثقه للناس الصغيرين ومحسسينهم بدورهم، ده بيخليك تلعب بارتياح. اهم حاجه في الهاندبول او اهم حاجه عامه في اللعيب هي الثقه، مش ثقه بقى، مش ثقه يعني، مش ثقه مدرب يعني، بيتهيألي ان اهم حاجه ثقتك في نفسك، وبعد كده ثقه اللعيبه اللي بتلعب معاك.
ان انا ابقى واثق في اللعيب. يعني مثلا وهو دودو بينط يشوط انا واثق ان هو يجيبها جون. انا هي دي الثقه بقى. اما لعيب مثلا يشوط عليا دودو واثق ان انت هتصد. وكذلك انا واثق في كريم هنداوي جدا وكريم واثق فيا على طول. حتى كان بيحصل بيني وبين كريم مثلا كده. كريم مثلا اقول له مثلا انا خلاص احنا عارفين مين هيبدا وبتاع, فاقول له ادعي لي كده وخليك معايا, يقول لي ما تقلقش انا واثق فيك. والعكس برضو اقول له ما تقلقش انا واثق فيك, ما تقلقش احنا مع بعض, ما تقلقش احنا في ضربه. فهي الثقه المتبادله دي هي اللي هي اللي بتنتج حاجه كويسه. فدي طبعا بالنسبه احنا اتكلمنا جد. ايه اكتر اغنيه شعبي بتحبها؟ اغنيه شعبي يا يعني بحب اغنيه ويجز اللي هي بالسلامه دي يعني. بس انا حته كده ايه ده ويجز الوينش هرفعكم كلكم بنش. هي دي اللي انا ويحيى بنسمعها قبل الماتش اصلا. قبل ما ننزل من الاوضه لازم اكون متشغل. مش عبيه ايه طبعا عندك في معقول. انا ضد الاغاني الشعبي مش معاها والله. ما بسمعش اغاني شعبي. مش لازم تكون مهرجانات يعني شعبيه. بسمعش اغاني شعبيه. انا بحب رضا البحراوي. معليش في الشعبي انا بسمع يعني عموما انجليش اكتر من شعبي. بس في احمد سعد ممكن. احمد سعد برضه حلو. انت عارف احمد سعد بتاع اغنيه الشبح؟ سابوا ايوه ايه